يقدم مهرجان صيف البحرين وعلى مدار 3 أسابيع مجموعة من الورش التدريبية المتنوعة التي تقدم الأطفال المعلومة بأسلوب متميز. نعم، هذه الورش التدريبية المتنوعة تنقل الأطفال إلى عالم المعرفة بأسلوب مبتكر، حيث يتم اعتماد التطبيق العملي ليكتسب الطفل تلك المهارات بشكل متكامل. موسم ثقافي غني بالمعرفة تقدمه هيئة البحرين للثقافة والآثار ضمن مهرجان صيف البحرين السنوي، والذي يعد من أبرز الملتقيات الثقافية التي تجمع كافة المهارات التعليمية والتدريبية في مكان واحد. في سفارة فلسطين منذ سنوات نحرص بشكل سنوي للمشاركة في فعاليات المهرجان. هذا المهرجان الذي يثري المشهد الثقافي في الوطن العربي وفي الخليج تحديدا، ويشكل الثقافة الخاصة بالأطفال تحديدا، ويبرز لديهم العديد من المواهب. أنا أقوم بحرفة الناقدة، وهذه حرفة طبعا قديمة انطمرت وراحت انتهت، بس عادة وحين تسجيلها يعني عادت من يد وجديد. طبعا لازم الجيل الجديد هو يتعلم هالحرفة علشان يواصلون المسيرة، حرام يعني هذه الحرفة تروح. في تنوع في الورش، كذا تكنيك، كذا نوع من الفعاليات والورش اللي ندعو فيها جميع المواطنين ان يجيبوا عيالهم، لان فيها تعمل فائده اكيد. انا اقدم ورشه في تقنيات الطباعه لمده 3 أيام، نعلم الاطفال فيها شلون ممكن يبتكروا طرق مختلفه للطباعه، يقدروا يوظفوها مستقبلا في الطباعة على القماش أو على الملابس أو حتى على الورق. أنا بقدم في مركز عيسى الثقافي في مكتبة الأطفال ورشة فن طي الملابس، وأنا يعني أتعلم من هالشيء وأعلم غيري بعد. أنا أستانس إذا يعني أعلم أحد، أحس إنه يعني إنه أفتخر بنفسي، يعني أحس إنه غيري قاعد يستفيد، مو بس أنا قاعد أستفيد من هاي الشيء. هذا الموسم السنوي يعود من جديد حاملاً في جعبته الكثير من البرامج الممتعة والمسلية التي تقدم للأطفال محتوىً ثرياً يكتسبون من خلاله مختلف الكفايات بأسلوب سهل وبسيط. اليوم جيت رسمت وخيطت، سويت كل الأشياء الحلوة. لو المهرجان يطول أكثر بيكون أحسن، وكل يوم أنا بايي وبنتعلم أشياء جديدة مع بعض. هاي اللي سويته اليوم، تعلمت عن يعني شلون القصص الجميلة، وعرفت يعني أوريغامي، ويعني أشياء جميلة هني، يعني القصص قريتهم وأشياء يعني وايد أشياء زينة. مركز الفنون وعلى مدار 3 أسابيع يستقبل أطفال البحرين وينقلهم إلى عالم المعرفة من خلال ورش تعليمية تدريبية غنية تحمل بين طياتها خبرات متميزة تثري معلوماتهم وترتقي بمهاراتهم العملية. برنامج مكثف، ورش تدريبية متخصصة تم تصميمها خصيصا للأطفال بأسلوب مشوق بما تقدمه من أفكار متميزة لبلدان مختلفة، يقوم عليها جمع من المشاركين من مختلف بلدان العالم. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.